فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. قال: ومثل هذا ما رواه أبو داود في سننه عن العلاء بن عبد الرحمن عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبي أمامة أن رجلا قال: يا رسول الله، إذا لي بالسياحة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن أمته سياحتهم الجهاد في سبيل الله. وفي حديث آخر أن السياحة هي الصيام، أو السائحون هم الصائمون، أو نحو ذلك. وذلك تفسير لما ذكره الله تعالى في القرآن من قوله السائحون وقوله سائحات. وأما السياحة ومن ذلك يعني من الرهبانية، نعم، التي حذرنا منها الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي من إحداثات النصارى، منها السياحة التي يقصدون بها العبادة، فيهيمون في الأرض ولا يبقون في الديار أو في البيوت، وإنما يهيمون في الأرض من باب التعبد لله عز وجل. فهذا عند النصارى وهو من الرهبانية، ونحن نهينا عن التشبه بهم في ذلك وفي غيره. وأما السياحة المذكورة في القرآن في وصف أزواج النبي صلى الله عليه وسلم التي سيبدله الله بهن خيرا من أزواجه، من وصافهن سائحات، وفي سورة التوبة في وصف المؤمنين السائحون الراكعون الساجدون. فالسياحة المذكورة في هاتين الآيتين المراد بها أحد أمرين: إما الجهاد في سبيل الله لقتال الكفار لإعلاء كلمة الله، لأن هذا يحتاج إلى سفر ويحتاج إلى خروج من البلاد إلى بلاد العدو، فهذا السفر يسمى سياحة في سبيل الله، يعني للجهاد في سبيل الله. وإما أن المراد به الصيام، فقوله سائحات يعني صائمات. فالسياحة في الشرع لا تخرج عن هذين المعنيين: إما الجهاد وإما الصيام. وأما السياحة لغير هذين الغرضين من باب التعبد، سياحة لغير هذين الغرضين التي هي من باب التعبد، فإنها تكون بدعة ورهبانية. أما السياحة التي لا يقصد بها التعبد، وإنما يقصد بها النزهة، يقصد بها النزهة والتوسع في الأرض، فهذه تعد من المباحات وليست من العبادات، ولا تدخل في السياحة المنهي عنها.